سائل يقول أنا من فلسطين وجئت عمرة بحمد الله، فهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي مع العلم أنه لا يستطيع القدوم إلى هذه البلد؟ لا، إذا كان حيا وقد اعتمر عمرة الإسلام يكفي هذا. أما إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام ولا يستطيع أنه يأتي، يعني متعذر عليه أن الإتيان، تعذر عليه باستمرار، ما يرجى أنه يزول المانع ويأتي، فإنك يوكلك وتعتمر عنه عمرة الإسلام. أما إذا كان هو أدى عمرة الإسلام هذا يكفي. نعم.